أقيم في الصالون الثقافي بقصر الأمير طاز ندوة بعنوان حرية الرأي وديمقراطية الحوار. اولا انا ما عنديش تخوف خالص على الابداع ولا على الفن السينما ولا على الفن بشكل عام مهما صعد التيار الاسلامي. وبعدين مين اللي قال ان الرئيس هيجي من التيار الاسلامي؟ لا مش ممكن انه معلق صوره في كل حته، مش هيحصل يعني، ماهيش بالصور يعني. لا 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 اعتقد، ويعني اعتقادي الشخصي ان صعودهم وهم غير مؤهلين للي هم بيعملوه بيكشفهم اكتر بتهيألي كده بقوة. بس في فكرة هم دايما بيعايرونا بانهم خدوا 75% و70% و40% والحاجات دي كلها، وكما قالت احدى الصديقات جوه كده وهي بتتكلم ان اغلبية اليوم ليست هي اغلبية الغد، بس يعني ناس بتتفرج على اداء كنا نتمنى ان يكون اداء جيدا، وكنا هنشجعهم وكنا هنخليهم نعيد لهم تاني انتخاباتهم في مجلس الشعب، لكن اعتقد ان الاداء اللي موجود ما يشجعش الناس انها تنتخب مرتين. وعندما سألنا الأستاذ نادر بكار عن مدى تخوف الناس من التيار الديني قال: لا انا اعتقد ان التخوف ده غير مبرر، واعتقد ان هو محاولة يعني احنا لا نحبها لتقسيم الشارع اكثر مما هو مقسم، ويبقى في حاله من الاستقطاب الغير محبذه، لا سيما في حاله الاحتقان اللي احنا بنعيش فيها. ابدا ما فيش تفزيع على حاجه، احنا بس عايزين روح الحوار هي اللي تسود، يبقى في ثقافه للحوار ما بين الناس، يبقى في عرض للاراء المختلفه، في قدر من النقاش، هو ده اللي ممكن يصل بسفينه الوطن كلها لبر الامان، لكن تفزيع لا اعتقد ذلك. يعني هل تتخيل ان الشعب اللي كسر حاجز الخوف 30 سنه هيقدر عليه اي رئيس او اي تيار؟ مش هيحصل. احنا بنستند في حرية الابداع لا القوى السياسية ولا القوى الدينية، احنا بنستند على الناس اللي بيستقبلوا ابداعنا. هل حضرتك تتخيلي ان الجماعات الدينية على مدار تاريخها اثرت في وجدان الشعب العربي زي ما اثر السينما المصرية والشعراء المصريين والكتاب المصريين والمبدعين المصريين والعرب؟ ما اثروش، وبالتالي احنا عندنا حماية اسمها الشعب العربي والشعب المصري الوسطي الذي يرفض التطرف بطبيعته، واللي عايش على الافلام وعايش على الشعر وعايش الانسان المصري بطبيعته انسان فنان، اتولد فنان، محدش يقدر يجي يقول له الفن حرام، لا ما تتفرجش على فن، احنا مطمنين وما عندناش مشاكل، احنا كل ما كنا نتمناه بدل ما يبقى في معارك جانبيه بيننا خلينا كلنا نتفق ونبقى ماشيين في وسط الوطن، كنا نتمنى ان الجماعات الاسلاميه او التيارات الاسلاميه التي قاست من القمع وقاست من دكتاتوريه الانظمه السابقه انها تكون عندها اكثر رحابه في الفكر وتعي يعني ايه ظلم، وتعي يعني ايه ان انت ما تكبتش حريه، لكن انت ما يجبش ان احنا نستبدل ديكتاتوريه بديكتاتوريه دينيه لانها اسوأ، الديكتاتوريه الدينيه اسوأ من الديكتاتوريه السياسيه، لان 40% من الشعب ما عرفش يقرا بيكتب، يتخيل ان دول ده كلام ربنا، ده كلام الاسلام، ده كلام الدين، وبالتالي فالديكتاتوريه الدينيه اسوأ من الديكتاتوريه السياسيه، لكن الشعب اللي قدر في 18 يوم يكسر كل هذه القيود يقدر يخلع رئيس ويخلع برلمان ويخلع اي شيء. والمعركه يعني هي بعيدا عن الابداع، المعركه ليست في مجلس الشعب هيقعد 4 سنين ورا الرئيس، المعركه في الدستور اللي جاي، الدستور لم يكن دستورا توافقيا، نحن مقبلون على كارثه ومصرين على ان احنا هنغير الجمعيه التاسيسيه للدستور عشان يبقى فيها كل الناس، ما ينفعش يبقى فيها 60% 70% بيفكروا بنفس المنطق، يا اما ده يبقى دستور معمول لافغانستان مش لمصر. احنا طرحنا وجهه نظرنا جوه ان احنا حزب سياسي من حقنا نقول الصح فين والغلط فين، اما في النهايه ففي مؤسسه رسميه شرعيه موجوده في البلاد اللي هي الازهر ومجمع البحوث هو اللي يلجأ اليه ساعه الاختلاف. في الفتره الاخيره كان هناك جدل كبير حول حريه الابداع،